وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الرائد ناصر المركدة، رئيس شعبة التوجيه المعنوي بقوات دفاع شبوة. أهلا بك معنا سيادة الرائد في هذه النشرة. هجوم إرهابي بطائرة مسيرة يستهدف مواقع قوات دفاع شبوة في المصينعة، تفاصيل هذا الاستهداف وأيضا ماذا عن المصابين الجرحى نتيجة هذا الاستهداف؟ مساء الخير أخي الكريم عليك وعلى أجيب الكرام. في الواقع أننا نتوقع تصاعد كثيرة الأعمال والأنشطة الإرهابية من قبل التنظيمات والعناصر الإرهابية، وذلك رغم ما تحقق أو حققته القيادة الجنوبية مؤخرا من خطوات متقدمة وأنجزتها من مكاسب، وهذا لابد أن يثير حفيظة الأطراف أخرى معادية هي المنظومة الحكومية وتوظف هذه الأعمال وهذه الأنشطة ضد خصومها وتعمل على إقلاق الجنوب وزعزعة أمنه واستقراره. طيب سيدة الرائد، كيف يمكن عسكريا ردع مثل هذه المحاولات المتكررة من التنظيمات الإرهابية تجاه قوات دفاع شبوة؟ ما إذا نظرنا إلى تحول في الأساليب والوسائل التي تنتهجها أو تعتمدها هذه التنظيمات، فأن هناك تحول كبير، حيث كان في البدء يعتمدون على تفكير المركبات والعبوات الناشفة، إلا أن هذا يدل أو التحول في استخدام الوسائل يدل أن الوسائل تلك لم تعد صالحة وقد استنفدت أغراضها وأصبحت لا تحقق أي نتائج، فيما هم يسعون إلى تجريب أساليب ووسائل أخرى، وذلك حيث أن هذه الأساليب تؤكد أن القدرة تراجعت، ومن هنا فأننا نؤكد أن هذا أيضا يدل على يقظة شبوة وزملائهم في مختلف الأجهزة الأمنية والفروع والعمق وكل التشكيلات الأمنية والعسكرية التي تقوم على حفظ أمن وسكينة واستقرار. طيب سيدة الرائد، على ماذا تراهن هذه التنظيمات الإرهابية وخاصة ميليشيات الحوثي من تكرار استهداف القوات الجنوبية من خلال هذه الطائرات المسيرة في ظل تهدئة قائمة لإنهاء النزاع في اليمن؟ لماذا تتجرأ هذه الميليشيات باستهداف قوات دفاع شبوة في ظل هذه التهدئة القائمة لإنهاء النزاع في اليمن؟ أخي الكريم، التعاون واضح بين الميليشيات الحوثية وبين هذه التنظيمات، وذلك أن هناك مناطق وصل جغرافي يعني على المتاخمة على حدود يتركها أو يجعلها الحوثي فارقة عمدا لتكون قاعدة انطلاق لهذه المجموعة باتجاه إغلاق الجنوب وتهديد أمنه واستقراره. هذه المناطق لا تتجمع أو مناطق ملاذات أمنه تعسكر فيها هذه المجموعات وتتجه باتجاه واحد والجنوب فقط. طيب سيدة، وتعمل على زعزعة أمنه واستقراره. طيب سيدة الرائد، طبعا سيدة الرائد بشرنا عن حالات الجرحى الثلاثة نتيجة هذا الاستهداف. الإصابات متوسطة وإن شاء الله أنهم سيتعافون وسيعودون إلى مباشرة أعمالهم قريبا بإذن الله. أنا أشكرك سيادة الرائد، تفضل أكمل الفكرة. غير أن هذه الأعمال التي تحاول إرهاق الجنوب واستنفاره في هذه المرحلة تمهيدا لمرحلة حرب قادمة، على ما يبدو من هذه الأساليب تسعى إلى إرهاق الجنوب واستنزافه واستنفاره وهدر طاقاته وموارده في هذه القلاقل الداخلية أو الاستهدافات أو تهديد العمق الجنوبي من الداخل، تمهيدا لحرب أو تهديد ومخاطر من الخارج.
أنا أشكرك سيادة الرائد ناصر المركدة رئيس شعبة التوجيه المعنوي بقوات دفاع شبوة على كل هذه الإيضاحات.